بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحب أرحب فيكم جميعا في نادي النصر. طبعا اليوم دائما من الأيام السعيدة بالنسبة لنا في نادي النصر لنعقد شراكة استراتيجية طبعا مع شركة تطوير سبورتس، تطوير رياضية. يعني طبعا أنا ما حدخل في التفاصيل كلها، التفاصيل بيكون المستر جرانت والأخ عامر السلحام هم اللي يعني سعوا في الموضوع كثير. وبالنسبة لسفرة نائب الرئيس في فترة معينة كانت عشان هذا الموضوع. أنا بدخل في موضوع آخر الحين عشان أخلص من موضوعين قبل لا نبدأ في موضوع الشراكة الاستراتيجية. لن أتحدث عن لاعبين أجانب ولن أتحدث عن لاعبين سعوديين، ما هو وقتها يعني، ما هو وقت المثلة. الشيء الوحيد اللي ممكن أتحدث عنه اللي هو قرعة آسيا ولجنة الانضباط، لأنه طبعا من زمان ما تكلمت معكم في أي موضوع. أفتح الأسئلة يعني سؤالين ثلاثة بالنسبة لهالموضوعين، وبعدين نبدأ يعني نبدأ نتحدث بالتفاصيل بالنسبة للشراكة. سؤالين ثلاثة بس على هالموضوعين اللي بتحدث عنه. بخصوص كأس آسيا وتركيا، من اليوم بدأت القرعة شغل النصر في المجموعة، كيف شايف مجموعة النصر؟ قدرة النصر على تجاوز فرق هذه المجموعة؟ ما في شك إن كل المجموعات قوية يعني على الورق. طبعا انت تقدر تقول ان مجموعة شقيق من نادي الشباب السعودي هي الاسهل، لكن ما في شيء اسمه اسهل. ممكن يفاجئك اي فريق من الفرق اللي موجودة في مجموعة الشباب او في مجموعتنا. لو اتانا الفريق الرابع اللي بيأتي من الملحق تقريبا السن تقريبا. ما في تقريبا يعني كل فرص متساوية. الاتحاد السوري بطل الاتحاد الاسيوي كاس الاتحاد الاسيوي، يعني ما هي مشكلة. احنا بالنسبة لنا انك تمثل المملكة في اسيا يجب ان يعني كل الاحتمالات كانت موجودة ان نلعب مع اي فرق. الفرق طبعا اللي بنلعب معها اللي احنا عارفين انه بنلعب معها اللي هو بختكور والاستقلال كلهم فرق قوية، طبعا شعبيتهم قوية في بلدانهم. كما النصر هو الشعبية الأولى هنا، هم الشعبية الأولى في بلدانهم. فلذلك يعني بالنسبة لي أنا شخصيا كرئيس مجلس إدارة أول مرة يعني أكون في البطولة الآسيوية، لكن الحمد لله عندنا أنا وعامر طبعا عندنا الأخ سلمان القريني، يعني راح مع المنتخب كم مرة لإيران والهذا، يعني فإن شاء الله تكون الأمور جيدة. الاستعداد بيكون لها بشكل خاص طبعا، وإن شاء الله نقدر نطلع من الأول أو الثاني ونتأهل دور 16. أنا اللي بتحدث عن مجلس الانضباط، ماني معطيكم مجال تسألون. بالنسبة لقرعة كأس آسيا يعني تكون في نهاية الموسم، تقدم منافسات، طبيعة الاستعداد هل بيكون فيه يعني مثلا تغير مثلا من ناحيه الفريق على سوبر ليج مثلا؟ هذه بعيده عن الموضوع. هل بيكون في معسكر مثلا الفريق؟ هل بيكون مثلا الان يعني؟ لا بطوله كاس اسيا. يعني قصدك على كاس اسيا في مارك؟ طبعا بيكون بنناقش الجهاز الفني والاداري في الايام المقبله. طبعا عندنا مباراه مهمه امام نجران، لكن في فتره توقف اولا يبغى لنا نشوف كم لاعب يروح المنتخب، يعني لانه الحين كنا نتمرن 13 لاعب والاولمبي عنده مباريات، فبنشوف المنتخب كم لاعب يروح لنا، وبعدين بناء على ذلك بنبني استراتيجيتنا القادمه يعني البطولة اسيا وللدوري طبعا. بالنسبه للجنه الانضباط يعني طبعا احنا ما تحدثنا في وقتها، ما كان وقتها نتحدث، لكن كان الأمر واضح وصريح. الكابتن حسين عبد الغني وطلع في الصحافة وذكر أنه عن غير قصد اللي صار. الشيء الثاني، الجزئية الثانية، أنه أمام حكم المباراة وأمام رجل الخط، فهذا المفروض ما تتخذ لجنة الانضباط في أي شيء من الأشياء. ثالثا، إذا لجنة الانضباط
بيأثر فيها الإعلام بهالشكل، فإحنا مستعدين أبد كل حالة نشغلهم صباحا مساء يعني في الإعلام. إذا كان بيأثر رأيهم من الإعلام أيا كان، إعلام نادي أو إعلام يعني أو كتاب أو فإحنا في حالات كثيرة قبلها حصلت، يعني حالة فيكتور فيجاروا اللي أوقف قبلها بساعتين قبل المباراة، في حركة صارت لنيفتس على خالد الزيلعي في مباراة نادي النصر والهلال واضحة وصريحة كانت. لكن احنا ابدا في اي حالة نجمعكم زي هنا زي اليوم في مؤتمر صحفي، وكل يوم بسوي مؤتمر صحفي لانه يقول لا، اذا كان هذه الطريقة اللي هم يبغونا نمشي فيها نمشي بهالطريقة، لان في شيئين معينين واضحين. حسين قال انا لا اقصد، وفي الموضوع هذا ما ندخل في النوايا، لجنة الانضباط ما المفروض تدخل في النوايا. ثانيا الحكم كان متواجد في الحالة اللي كان فيها حسين عبد الغني ورجل الخط متواجد، لكن مبدأ المساواة وان ما يوقف سعود كريري، لاحظوا هالنقطة، ما يوقف ثلاث مباريات او اربعة عشان تكون قابلة للاستئناف، ترى اذا ثنتين ما تكون قابلة للاستئناف، ويساوى بحسين عبد الغني انه اللي امر غير مقصود وما ندخل في النوايا. امر سعود كريري كان واضح وصريح في حركة فيكتور فيجاروا وفي حركة جون مكين واضحة وصريحة، يعني والحكم ما رآها، رأى الاولى اعطى كرت اصفر لكن الثانية هي اللي ما رآها، هذه الحالة واضحة وصريحة لجنة الانضباط. فلذلك انه والله عشان ارضي هالنادي اوقف اللاعبين مباريتين هذا لن نقبل باي شكل من الاشكال. طبعا الامر ما كان فيه استئناف فما نقدر نستأنف، لكن احنا عرفنا الطرق الان اللي تصرف معها مع لجنة الانضباط، بس هذا الحكي اللي ابغى اوضحه خارج على الموضوع. ثانيا في موضوعنا لليوم، اولا احب اشكر الاخوان في شركة تطوير على ثقتهم في نادي النصر، وثقتهم طبعا انه القوة الشرائية لنادي النصر مهمة جدا لهم، طبعا موضوع استثماري للنادي وللشركة، معروفة جماهير النصر. واحنا نشكر من هذا المنبر الاخوان في الاتصالات السعودية، الاخ محمد الفرج والاخ حسين اليامي، نشكرهم جزيل الشكر، وشركة الاتصالات السعودية على تعاونهم معنا، لأنه هذا أساسا من حقوقهم، فهذه يقدمونها هدية لجماهير نادي النصر لكي يستفيد النادي، وهذه الشراكة الاستراتيجية بالتفاهم بيننا وبينهم، أعطونا التصريح أنه نقوم بهذه الخطوة، فهذا شيء ممتاز من الاتصالات، وهذا بالعكس يعني نشكرهم جزيل الشكر على ذلك. بالنسبة إيش بتقدم الشركة لنادي النصر؟ طبعا نادي النصر معروف إيش بيقدم الشركة، اللي هو الجماهيرية الكبيرة والقوة الشرائية العالية. هي على مراحل بتكون، المرحلة الأولى اللي إن شاء الله مع بداية الموسم القادم طبعا حيبدأ العمل من اليوم، بيشرح لكم مستر جرانت على الخطوات كلها، لكن بداية الموسم بيكون في فلاجشيب ستور اللي هو يعني بالعربي محل كبير، يعني محل كبير جدا، بيكون في منطقة ألف، يعني منطقة ألف A grade اللي هو في التحلية أو في العلية العام، في المناطق المهمة، بيكون ما بين 800 إلى 900 متر، بتسمى نصر ستورز. طبعا هذا خطوة في البداية في الرياض، نصر ستورز يعني محلة أو متجر، ممكن متاجر سيباع فيها جميع الملابس والإكسسوارات طبعا ببراندز عالية أو عالية الجودة، طبعا بتكون مش فنايل الفريق، ترى ما نحكي على فنايل الفريق الأول، هذا شيء مختلف، لكن هم بيوضحوا لكم بصورة واضحة. هي حتكون زي ما قلت على مراحل، مرحلة الأولى في الرياض، بعدين نتوسع في جميع مناطق المملكة. طبعا أدعو جماهير النصر
سلما زاد المبيعات طبعا قدرنا نفتح محلات أكثر في جميع مناطق المملكة. فالآن أخلي العامر ومستر جرانت اللي هم قاموا بالصفقة صح من الألف للياء، ونشكرهم طبعا جزيل الشكر طبعا بمتابعة مجلس إدارة نادي النصر. تفضل.